احنا المحاضره السابقه في انترفيرنس اون سيستم كباسيتي اخذنا مقدمه على هذا الموضوع والعلاقه بين الانترفيرنس والكباسيتي. قلنا بالمناطق الكثافه السكانيه العاليه اللي سميناها الوار اريا يكون الانترفيرنس اللي سي سي اي عالي مو، والمناطق الكثافه السكانيه قليله المناطق اللي فيها الوار اريا شو تكون الكثافه مالتها؟ قليله، بالتالي التداخل شو يكون؟ قليل. هاي من الناحيه النظريه. من الناحية نسميها الماثماتيكال كتداخل، قلنا كتعريف التداخل قلنا هو شنو ميجر ليميتنج فاكتور من البيرفورمانس اوف ذا سيلولار سيستم، يعني عامل محدد يحدد مين من اداء السيلولار سيستم من التداخل بنوعين، هو اما سي سي اي او الاي سي اي، اما كوتشنال انترفيرنس او شنو ادجاسنت شانل انترفيرنس. قلنا الكوتشنال اللي هو شنو التداخل راح يكون بين الخلايا سيرس اللي تحمي نفس الترددات من اسمه كوتشن. واضح؟ مثل ايش؟ قلنا عندنا هاي السير كو سير ويا من؟ ويا شلون نقلل التداخل بين هاي السير وهاي السير؟ مجرد مراجعه يا اخي. يكون شو ازود؟ الديستانس بيناتهم مو؟ ازود السبريشن بيناتهم. واضح؟ شلون ازود الديستانس بين هاي الخليه وهاي الخليه؟ يكون اضيف سيل يعني النمبر اوف كلستر شنو؟ راح يزداد الان مالتي، راح ازود الان عدد الخلايا بكل كلستر، وبالتالي راح يزداد السبريشن، مثال شيء يقل سي سي ال شنو؟ التداخل. خلنا موضوع اللي هو شنو؟ الريوز فاكتر اللي هو شنو؟ الكيو. شنو قانون؟ اللي هو الدي على ار ويساوي تحت الجذر 3 افرض في حال اذا الكيو انكريز يعني شنو ريوز فاكتور ازداد حسب هذا القانون الدي شو راح يصير به؟ الدي ايضا شنو؟ انكريز وبالتالي الان شو راح يصير به؟ هم انكريز تناسب شنو يكون؟ طردي الام بالنسبه للان تذكروها الام هو شنو نمبر اوف سيل او العفو نمبر اوف شنو؟ كلستر الام قلنا تتناسب عكسيا ويا من؟ ويا الام اللي هي نمبر اوف كلستر مو؟ يعني هنا الام عدد الكلسترات شو راح يصير بيها؟ ديكريز وبالتالي الكباسيتي لو نرجع للكباسيتي اللي هو السي اللي هو عباره عن اس في شنو؟ الام قلنا الاس هو شنو؟ كونستان ثابت لين نمبر اوف شنو؟ شانل نمبر اوف شانل بما انه ثابت مين راح يتغير الام؟ هنا الام عندي شنو ديكريز اذا الكباسيتي شو راح يصير ديكريز لذلك هنا الكباسيتي شو راح يصير بي؟ ديكريز وبالتالي السي سي اي اذا قلل الكباسيتي يعني عدد المستخدمين قل التداخل شو يصير؟ تلقائيا شو يكون؟ يقل مو؟ السي سي اي شو راح يصير بي؟ ديكريز حتى اتاكد من هذا الشيء جو خط مين؟ من السي سي اي المن جو خط من السي سي اي للدي شو يقول هنا الدي انكريز يعني المسافه بين السيرف ايش بين قلل التداخل شو حيصير بين ازداد مو واضح بما انه قلت يعني ليش قلت له ازدادت هاي انكريز المسافه دي ريوز ديستانس هنا عفوا شنو ازدادت التداخل شو حيصير بين يقل وهنا ايش عندي يعني حكي صحيح مو؟ نجي اذا لا بالعكس اذا اريد اسوي الكيو شو اسوي له؟ ازود عفوا اقلله اذا الكيو ديكريز اللي هي ريوز فاكتور حسب القانون الدي شو حيصير به؟ نفس الشيء ديكريز الام الام اللي هي عكس الام انكريز الكباسيتي تعتمد على بما انه الام انكريز اذا الكباسيتي شو حيصير بيها؟ انكريز اذا ازدادت الكباسيتي
عدد المستخدمين نمبر اوف يوزر شنو التداخل ايش حيصير فيه؟ سي سي اي هنا ايش حيصير فيه؟ انكريز. قلنا حتى نتاكد اجى خطا مين؟ من السي سي اي هو الكو شانل انت المن للدي. الدي ديكريز يعني المسافه ايش فيها؟ قل. التداخل ايش حيصير فيه؟ واضح؟ فهاي العلاقه بين من وبين؟ بين التداخل والكباسيتي. واضحه؟ زين. يقول لي سؤال شنو تاثير الكباسيتي على التداخل؟ How does interference affect on system capacity؟ شنو تاثير التداخل على الكباسيتي؟ حتى يكون عندي سيلولر سيستم مثالي، اول شغله افكر بها اكون شو اسوي؟ ازود الكباسيتي. شغله ثانيه يكون شنو؟ اقلل التداخل. مو حتى يكون عندي سيلولر سيستم نظامي، اول شغله افكر بها شو تقولون؟ اول شغله اقلل التداخل لو ازود الكباسيتي. ثاني كمستثمر اول شغله ازود الكباسيتي نمبر اوف يوزر حتى الانكم مالتي شنو يزداد. مو فاول شغله افكر بها شنو هو؟ انكريز كباسيتي. الشغله الثانيه اللي افكر بها شنو؟ اقلل السي سي اي هو شنو التداخل؟ ديكريز مو سي سي اي اللي هو شنو؟ التداخل. زين شنو العنصر المشترك بين الكباسيتي والانترفيرنس؟ شفتوا انتم؟ يعني شنو يعرف الان الام السي الان مو الان هو المشترك. فاول شيء حتى الكباسيتي ازوده الان شو اسوي؟ ازوده لو قللت اقلل مو هنا شنو باي شنو هنا هاي انكريز شو اسوي هنا؟ ديكريز الان حتى ازود اقلل السي سي اي يكون شو اسوي؟ الان حتى زود السبريشن مو باي شنو هنا؟ انكريزينج جيبها هاي الان ايش عندنا هنا الان؟ سويت ديكريز مو؟ اذا الان ديكريز الدي ايش راح يصير بيها؟ نفس الشيء الدي ايش راح يصير بيها؟ الام اللي هي عكس الان انكريز وبالتالي اذا الان انكريز الكباسيتي ايش راح يصير بيها؟ اخر شيء بما انه الكباسيتي زودته يكون التداخل ايش راح يصير بيها؟ تزداد نفس الشيء زودت الكباسيتي زودت عدد المستخدمين راح يزود عدد احتماليه شنو؟ انترفيرنس السي سي اي ايش راح يصير بيها؟ انكريز نيجي هذا نفس الشيء اخذه الان هنا شنو؟ انكريز الدي انكريز الام ديكريز بالعكس كباسيتي ديكريز وين؟ السي سي اي اصبح شنو عندي انا؟ صار عندي حيره شنو؟ قال لي بالحاله الاولى قال لي يابا زود لي الكباسيتي زودت لك كباسيتي بس شنو اللي زاد يابا؟ تداخل يابا صار عندك تداخل عالي قلت له ماشي راح اقلل لك اياه واضح؟ صار عندي هنا تداخل عالي سي سي اي قلت له ماشي راح شو اسوي؟ اقلل لي السي سي اي واضح؟ قللت السي سي اي بس ايش قال له وياه؟ شلون احلى انا؟ هاي التاثير او العلاقه بين الكباسيتي مشكله مو؟ فانا شلون احل هاي المشكله؟ حتى ازود الكباسيتي اما اغير استخدم تقنيات واضح مثل بدال ما استخدم الاف دي ام اي استخدم شنو التي دي ام اي يعني بدال ما كل يوزر يستخدم شانل واحد راح يستخدم ايش قد 8 مو او استخدم السي دي ام اي ايش قد راح يصير؟ 8 في 8 بالتالي ايش قد؟ 64 او الاوف دي ام اي واستخدام احتمال شنو؟ مثل ما اخذناه سابقا اللي هو السمارت انتن هاي واحد اثنين لا شو يقول لي؟ يقول لي اختار اقل ان
انتبه عليه. اختار اقل ان بحيث شنو ازود الكباسيتي يكون التداخل مالتي موجود مو موجود بس شنو مقبول. صار واضح؟ شلون يعني؟ مثل ما اتفقنا قلنا افضل جوده اشاره احصلها ايش وقت؟ عندما الان يساوي 3 لو عندما الان يساوي 13 افضل جوده 13 مو؟ لان الان ازدادت وبالتالي الدي ازداد وبالتالي قل التداخل فافضل فويس كوارتر تحصل عندما الان يساوي ايش قلنا؟ 13. اخذنا امثله اللي راح تبين بين شنو؟ العلاقه بين الكباسيتي والتداخل. الشرط مالتي شنو؟ يقول لي الاس للاي هو سيجنال تو انترفيرنس ريشيو لازم شنو؟ اكبر او يساوي 15 دي بي. مو هذا الشرط مالتي؟ شنو معنات هذا الشرط؟ معناته الفويس كواليتي تكون عاليه اذا شنو؟ اكبر او يساوي 15. تكون شنو؟ قليلة إذا شنو أصغر من 15. يعني إذا طلع الأس للآي نسبة الأس للآي يساوي 14 أو 13 أو 10 شنو معناتها؟ معناتها صوت إيش بي مالتي؟ الانترفيرنس مالته عالي مو؟ شوش خلينا نقول واضح؟ يخطر. بينما إذا 15 اسمه أكو بي تداخل بس شو يكون؟ قليل كلش فما عندي مشكلة بيه صوت مالته شو يكون؟ واضح يعني كل ما يكبر أكثر من 15 يكون صوته شنو؟ واضح. فهنا بالسؤال إيش قايل لي؟ يقول لي اف ذا سيجنال تو انترفيرنس ريشيو ايش قد مطين؟ 15. يعني مطين الاس للاي ايش قد مطين؟ 15 ديما. فورورد شانل بيرفورمانس اوف ذا سيجنال وات از ذا فريكونسي ريوز فاكتور يعني ايش يريد؟ الكيو مجهول. بعد عندك كلستر سايز يعني شنو حجم الكلستر يعني عدد الخلايا بكل كلستر شو يمثل؟ الان بس ايش مطين ويانا ذات شود بي يجب ان يكون فور ماكسيموم كباسيتي. حفظوها هسه راح نرجع لها. ليش فور ماكسيموم؟ يعني اريد الان باكثر كباسيتي. واضح؟ اف ذا باث ذوز اكسبوننت بالاي مطين اياها مره 4 مره مطين اياها ايش قد؟ 3. خلينا ناخذ الحاله الاولى عندما ان سمول هو الباث ذوز اكسبوننت ناخذها ايش قد؟ 4. Assume that there are six co-channel. يعني دائما دائرة كم co-channel؟ ست اللي سمينا الاي نوت. الاي نوت مالت ايش قد؟ ست. And all of them يعني كل الكوتشنال ايش بيهم؟ At the same distance. يعني انا وين موجود؟ بالمركز. عيدها؟ شو وقت يكون الكوتشنال اللي دائرة ما دائرة بنفس المسافة عني لما انا وين موجود؟ بالمركز. واضح؟ Use suitable approximation. استخدم طيب. فأنا أول شغلة شو يريد هو الـQ والN. أول شيء من أجي أطبق الS للI كقانون. اللي هو شو يساوي؟ Q أس N على I نوت. الS للI اللي يعطيني بالسؤال فقط أستخدمه للمقارنة. ما أستخدمه بالحال. مثل ما اتفقنا. واضح؟ مطيني الكيو؟ لا مجهول، هاي مجهول. فهذا بقدر استخدم القانون؟ لا. زين، اقدر افرض الكيو ايش قد؟ ما اقدر، ليش؟ لان الكيو هو فاكتور احتمال بي بوينتات فصعب علي. فاكو قانون ثاني شنو هو يساوي الكيو اللي هو شنو تحت الجذر؟ 3 ان. بس ايش قد؟ ان على اي نوت. الان هم مجهوله بس اقدر افرضها مو؟ ليش؟ لان المحصوره لو 3 لو 7 لو 12 لو 13. فاول ما افرض لت ان يساوي 3. زين سؤال ليش انا اخذ الان 3؟ خلق والله افرض الان 13 ومتاكد راح يعوض 15 ولا زين ليش اخذ 3؟ خلق والله اخذ الان يساوي 15 13 على مود اقل يعني ليش بدل ما صار التكلفه عاليه اذا 13 عدد الكلسترات يزداد عفونا من التكلفه عفونا من التكلفه ليش الان ان انا اخذتها 3 ليش ما فضلت 12 متاكد 12 انا راح يعبر مو؟ ايش مطينا بالشرط مالته؟ ماكسيموم كباسيتي اذا الان
شو وقت عندي اكثر كباست من اني ساوي 3 لو من اني ساوي 13 الان تتناسب عكسيا ويا من ويل ام يعني كل ما تزداد الان حتقل الان وبالتالي تقل ويا شنو كباست فاني شنو احسن كباست حصل عندما شنو اني ساوي 3 مو عندما اني ساوي 13 واضحه فانا شنو افضل في البدايه 3 احتمال هو شنو اذا بالثلاثة ما لعبوا احتمال يلعبوا بمين بالسبعة يعني الكباسيتي عندي بسبعة أكثر لو بال 13 أكثر بسبعة أكثر لذلك أنا لازم أبنيها من أقل أن صار واضح يعني أفضل أن يساوي 3 وبالتالي ويساوي الأس للآي تحت الجذر 3 في 3 9 وسجقين الآن 4 على شقين 6 ويساوي جذر 9 لا وس 4 على شقد على 6 ويساوي شوف ليها بالحاسبه على بين تقاربوها شوف من هنا انا اقول لك يوز سيوتبل ابروكسيميشن 9 يعني شنو استخدم التقريبات المناسبه بالتقريب قانون تقارب مره واحده ما يصير تقارب مرتين تقارب مره واحده ما يصير تقارب مرتين شلون 13 ونص أقدر أقارب هاي؟ إيش قد يصير؟ 14 ما أقدر أقارن مباشرة ليش؟ لأن هاي بدي أقرأها بيمن بدي بي لازم أحول هاي إلمن شكو ناتج تحولها إلمن لذلك تأخذ لشنو؟ 10 لوغ 14 شوف إيش قد إذن الأس للآي يساوي 11 11.6 4 6 هذا اقدر اقربه؟ شو يصير ناتج؟ 11.5 مو 6 راح يصير 5 ما ارجع اقربه لل 12 مره واحده الى حقه صار واضح يعني؟ هذا بمن؟ بالدي بي هاي اكبر لو اصغر؟ بما انه اصغر مين؟ من ال 15 دي بي يفيدني هذا؟ اذا ان يساوي 3 كانت بي يوزد ارجع افرض شنو؟ 7 ان يساوي 7 لت ان يساوي 7 الاس للاي يساوي تحت الجذر 3 في 7 اس 4 على شقيت 6 بس الان تغيرت هنا ويساوي 21 جذرها 4.6 شنو رقم وراه؟ 5.8 اس شقيت 4 هاي شقيت اقرب 4.6 زين اقدر اقاربها للخمسه؟ ليش؟ 4.5 ما اقدر اقاربها للخمسه؟ فهمت كيف؟ ماشي؟ اما اقارب 4.5 كبر لان هاي شنو؟ لان انا خمسه ليش انا اخذ؟ او تقول 4.6 فانا اقدر اقل تقريبا داخل اخذ ايش قد 4.6 ايش قد؟ 6 واضح؟ 75.4 ويساوي بوينت ايش قد راح يطلع عندي؟ 3 بوينت 3 مو؟ هذا شو قربه؟ 75 10 لوج 75 اذا الاس للاي شو يساوي؟ 10 لوج 75 ايش قد يطلع؟ 18.7 18.7 نقدر نخليه ايش قد؟ 19 ماكو مشكلة 19 دي بي أكبر من 15 إذا
ان يساوي 7 كان بي يو اس تي. وش يريد؟ يريد الكيو مو؟ اذا الكيو تحت الجذر 3 ان ويساوي 21 جذرها استونا طلعنا 4 بوينت شنو؟ طبعا خلينا نفكر استاذ ما طلع 18.7 مثلا طلعت 14.8 قرب 15.8 فرضا هنا شو يقول؟ طلعت عندي 14.5 تعبوا ولا ما تعبوا؟ تعبوا لي 15 بتالي شو؟ هذا خلص عندما الباث لو اسكسبونا تشقد من الطيب 4 يقول لي هنا بي عندما الباث لو اسكسبونا يعني الان يساوي 3 طبق القانون الاس للاي تحت الجذر 3 ان وستشقد هنا وست 3 على شقد على اي نوت هنا الان ايش قد افضل؟ زين ليش ما افضل 3؟ هو لما كان الان يساوي 4 ما عبر تريدوا بالان يساوي 3؟ سواء واحد يقول حتى لو استاذ احل غلط اي غلط هو مو غلط وانما التكلفه ترى جاي تشتغل على ارض الواقع واضح؟ ليش ليش تمر خطوات زايده؟ انت بالاربعة ما عبر بالثلاثة يعبر فاقبل افضل ايش قد هنا؟ 7 عيدها لو ابحث طبقها هنا تحت الجذر 3 في 7 ايش كيف 3 على 6 واحد جذر 4.6 و 3 على 6 قد يطلع 16.4 بالضبط اريدها 16.4 شنو وراء 4% 0.4 يعني 16 تبقى حول 10 لوغ 16 12 دي بي ايش بيها اصغر من 15 بالتالي شنو ان يساوي 7 كانت بي اجي افرض شنو؟ اكيد راح يعبر 12 هذا هو موقع لي اكيد شنو راح يعبر 12 انت مو تجي تحفظ لي حفظ كبار هنا بالان يساوي 3 ب 12 ما ادري ب 12 بس لازم تجاوب هذا الشيء واضح؟ ان يساوي 12 عندما ان يساوي 7 هنا هذا ان يساوي 12 جرب يعني 12 هذا ما مو شوفوا هذا اعرف مو هسه اوضح لكم هذا الاس للاي هذا شنو؟ الان تبع عليه هاي 0 5 10 15 20 25 30 الى 55 يزداد هذا نفس الشيء هم 5 5 5 10 15 20 الى قد هنا 50 هم 5 5 هذا الان وهذا الاس للاس شوفوا شنو العلاقه اللي راح تطلع لك طبعا بالماتلاب عندما الان يساوي 2 يعني الباث لوس اكسبوننت 2 شوف الرينج اللي طلع عند الكيرف مالته بابا هذا الاس للاي قد هنا يساوي 15 يكون يعني عبر الخط الاخضر يلا اقدر استخدمه من ان يساوي 2 عبر الخط الاخضر شنو معناه معناته اذا الباث لوس اكسبوننت 2 لو اخلي كلستر سايز الان مالتي 50 ما يعبر صار واضح؟ زين شنو فائدته؟ شنو المهم؟ الفائده اي فائده؟ اقدر استخدمه وين؟ بالمناطق قليله مو؟ مناطق الريفيه عندما الان يساوي 3 شوف الكيرف مالته وين عبر؟ هنا بالعشره مو؟ إذا أريد أسقطها وين بالعشرة؟ عدل أن يساوي 10؟ ما عدل شنو الواقع عدل؟
12. لذلك ايش قال لي ب 12 الان يساوي 12 يلا عبر يعني يلا صح. هو صحيح عبر بال10 بس ما عندي الان يساوي 10. عندي الان يساوي ايش قد؟ 12. عندما الان يساوي ايش قد هنا؟ 4. شوف الكيرف مالته. هو وين عبر؟ الان يساوي 5 بس ما عندي 5. ايش قد اخذ هنا؟ الان يساوي 7. واضح هذا؟ بيجي الحالة الأولى اللي هو إذا كان الموبايل ستيشن بالسنتر مال السير. زين إذا كان مو على الموبايل ستيشن مالتي على الباوندر يعني على حدود السير نفس القانون راح يصير شلون؟ تذكرون من هاي المسافه من هنا لهنا سميناها دي مو هي ريوز ديستانس. المسافه من هذا لهنا سميناها نص القطر. زين اذا هنا واقف الموبايل هذا شيء صح ولا اد باوندري يعني وين على حدود الخليه مو بالنص. التداخل راح يبقى نفسه لا ليش؟ لان من هنا التداخل شو يكون عالي اعلى من ما هو من هنا. ليش؟ لان السبريشن شو يكون عالي بالتالي التداخل شو يكون قليل. نفس الحساب لا حتى اذا هنا بنركز نفس التداخل كل الخلايا نفس الكوجن. زين اذا على الباوندر هنا او هنا خلينا نفرض النقطه وين هنا المسافه من هنا لهنا شلون احسب هنا من السنتر للسنتر جين عندي دي هو واقف هنا يعني شنو دي ناقص واضحه. هذا القريب عليه ايضا شنو دي ناقص زين من هنا لهنا دي ليش لنفس هذا شوفوا وهذا ايضا شنو دي مشى لهنا ايش قد ورجع مشى من هنا ايش قد دي صار دي زائد هذا اللي بصف ايضا شنو دي زائد اذا تذكرون القانون الرئيسي مال الاس للاي شو يساوي الار اس ماينس ان على سميشن شنو الدي اي مو كم دي اي هنا عندي عندي اثنين دي ناقص ار شوفوا مو اثنين وعدي اثنين دي وعدي اثنين دي زائد هو سميشن كله زائد بيناتهم واحد. ليه سماه سي للاي هنا الكيرت وانترفيرنس كباسيتي نفس الشيء بس هذه انه يوضح لك اياها انه ذيك هاي الحاله على الباوندري مو على السنتر يعني اذا كتبتها الاس للاي ماكو مشكله نفس الشيء. لذلك قانون السي على الاي ايش راح يصير؟ ار اس ماينس ان على شنو؟ 2 دي ناقص ار زاد 2 دي زاد 2 دي زاد كله اس ماينس بما انه الموبايل على الباوندري شو تفضلون انه يكون 2 لو 3 لو 4 لان سمول الباك لوك سمول 4 ليش؟ لان هو نسميها بالورست كيس يعني الحاله الاسوء. فانا شنو حتى اتخلص من هاي الورست اخلي الان يساوي ايش قد؟ 4 صار واضح؟ فبهالحالة كبر مباشرة حتى لو ما اعطيك اياها بالسؤال لازم الان كبر تفضل ايش قد؟ 4 الان سمول كبر اعطيها 4 ماكو احسب لي اذا انا يساوي 3 كبر هنا الورست كيس افضل او اسوء حال 1 2 قسموا البسط المقام على ار اس ماينس ان ار اس ماينس ان على ار اس ماينس ان شو يبقى؟ 1 الدي على ار اللي هو الكيو الار على ار 1 الدي على ار كيو الدي وهكذا صاعد القانون مالتي حتى احسب هاي السي للاي او الاس للاي شنو المجهول الوحيد عندي؟ الكيو حتى اطلع الكيو لازم عندي شنو؟ من يقول؟ شنو المجهول؟ يعني بس هنا الان معلومه خلص السؤال ينحل مو؟ زين هل انه نفس الشرط مالتي يكون اكبر او يساوي 15؟ مو هاي شنو؟ هاي قريبه على يعني هاي قريبه على هذا السعر. بال 15 ما يفيد راح يكون شنو تداخل عالي، فالشرط انها تغير. لازم السي للاي اكبر او يساوي 18 دي بي. تغير عند الشرط لو ما تغير. يعني هناك بال 15 ما عبر،
ما يفيدني ال 15 ولا 16 ولا ال 17 بال 18 يلا يكون الصوت شنو واضح. ليش؟ لان الموبايل على الباوندر. يعني من يقول لك بالسؤال موبايل ستيشن ات الباوندر واضح؟ ات شنو الباوندر؟ اول شغله الان يساوي شقد؟ 4. الشغله الثانيه الشرط مالتي السيدي الاي لازم اكبر او يساوي شقد؟ 18 ديب. ثالث شيء تستخدم قانون السيدي الاي اللي هو هذا. والله يعني فما استخدم انا بس لما يجيك سؤال فما افضل ان يساوي 3 مستحيل ابغى 3 بالورست كيس. بالورست كيس ايش قد افضل؟ افضل 7 واضح؟ بالسبعة طالعة شقد؟ 17.3 فما تفيدنا إلا 18. يعني عندما N يساوي 7 السيد الآي شقد طالعة؟ 17 ديبي. فهي شنو؟ أصغر من مين؟ من 18. لذلك الـ N يساوي 7 إيش بيها؟ كانت بي يوزد. خلصنا. ترجع تفرض ليت ان يساوي شقد؟ 12. وراها شو تطلع؟ الكيو. لان شنو المجهول عندي بالسؤال؟ كيو. تحت جذر شقد؟ 3 في 12 شقد؟ 36. جذرها 6 شيل ال 6 وين تعوضها؟ بالمعادله هاي جاهزه. وطلع شنو؟ سيل الاي. طلعت الناتج شنو تحول لمن؟ لديبي. واضح؟ راح تطلع عندك بعد ما حليته طبعا. يعني عندما الانيس راح يطلع لك السي للاي يساوي 179 حولها للدي بي 10 لوج 179 راح يطلع لك السي للاي يساوي ايش قد بالضبط؟ بالضبط 22.5 دي بي. لذلك الان يساوي 12 ايش بيها كان بي؟ هذا هوم ورك. يعني بالكم نهايه المحاضره كوزكم هذه المحاضرة حق أوزو انتبه على شنو حلول لما نحن يساوي 12 هذا انتبه عليه هنا يعني تعال كلام هذا الموضوع كله على CCI هو Co-Channel Interference. موضوع جديد هو شنو؟ Adjacent Channel Interference. شنو معنات Adjacent؟ مجاور مو؟ فرضا عندي هاي الشانل هنا 100 قبلها شو حصير؟ 99 الورا ايش قاعد يصير؟ 101 فرضا اني يمكنك على شانل شقد؟ 100. المشكلة عندنا بالوايرلس كوميونيكيشن الفلاتر مالتنا القطع مالتها ما يكون مثالي. واضح؟ يعني المفروض إذا عندي هاي ثلاث شانلات المفروض القطع مالتها شو يكون؟ يعني هاي 100 هاي 99 هاي 101 مو؟ حتى ما يكون تداخل بيناتهم. القطع مالتك شو يكون؟ هيك حاد شارب لي خلينا نقول السبيل. بس المشكله بالفلاتر من تقطع ايش تقطع؟ وهكذا واضح؟ تقطع بشنو شو صح ولا هاي؟ ليك سو هذا مو واحد داخل وين الادجاسنت شانل؟ لذلك هنا أنا بعد ما قطعها صار عندي شوف هذا قطع مالتي منين اخذ شويه من هاي الشانل؟ يعني اخذ 99 واخذ 100 من 101 لذلك بالراديو مرات خانه مثلا على على اذاعه 88 تسمع وياها شنو؟ صوت ثاني مو مال اذاعه ثانيه او صوت ثالث. ليش؟ لان الفلتر مالتك ما قطع مثالي فالداخل وياه من وين؟ الشانل المجاور مو نفس الشانل، الشانل المجاور وصار عندكم بالسيارة
تسمع شنو؟ إذاعة ثانية بس شنو أقل؟ ليش أقل؟ لأن الباور مالته أقل من الباور الأصلي. هذا شو صح؟ الأجاسة شنو؟ انترفيرنس. الداخل وين الأجاسة مالته؟ زين هاني شلون أحل هذا الشيء؟ مين يقول لي؟ شلون أتخلص من هذا الشيء؟ بعد المسافة بين من وبين من؟ بين الشنلات مو؟ يعني شلون؟ يعني إذا خصصت المية أعوف المية واحد أخصص إيش قيد؟ مية واثنين. ما أقول 105 أقول 102 لأن الداخل هو 102 وهنا أنا أخصص اللي قبل إيش قيد؟ 98. بس المشكلة اللي صارت عندي شنو؟ إنه إذا عندي 1000 شنل إيش قيد أخصص من عندهم؟ 500 بالضبط 500 اللي زائد اللي بقى إيش قيد؟ 500 ذني أقدر أستفاد من عدين البخة؟ ليش ما أقدر؟ ما أقدر أستخدم من غير مكان؟ مو مكان أبعد؟ يعني بدأت بالنجف 500 سوي زاد عندي شقيت 500 خوذني خو ما أعرف إني ذي حسر شو عندي؟ كل فحصر أستخدم عين موين فاضن بابل أو بغداد فخلصت من هاي المشكلة ولا لا؟ خلصت منها تخصيص مالتي يعني خصصت 100 أو في المية خصصت 102 زادت عندي شقيت نص الشنرات بالضبط أستخدم من وين؟ بغير مكان مستحيل خوي الداخل البيانات زين هذا بي نوعين نوع الاول صح ولا شنو النير فار افكت الكيس الاولى شنو مع عندما هنا البيس ستيشن از شنو ترانسميتر هذا شنو هنا البيس ستيشن راح يستخدم كشنو كمرسل عندنا وين هنا هذا الموبايل ستيشن وهذا خلي يسميه شنو النويز او الانترفيرر الموبايل البيس ستيشن جاي دز اشاره لمن الموبايل ستيشن والله واكو نفس فرضا الموبايل ستيشن يمكنك على على شانل ايش قيد 100 واكو نويز هنا واضح يمكنك على شانل اما 101 او ايش قيد 99 راح يتداخل ويا هذا ولا لا يتداخل لا والمشكله الاكثر شنو الباور مال النويز احتمال يكون اقوى من 100 من الباور مال البيس ستيشن ليش لان اقرب لذلك ايش يقول الناس سترونج او بليد اوفر يعني جاي من نزيف الحاد مع واضح عيده لو المشكله اذا البيس ستيشن المرسل والمستقبل الموبايل ستيشن عندي نويز هنا جاي ياثر عليه من على الموبايل ستيشن اذا الموبايل ستيشن على شانل 100 وهذا النويز 101 راح يتقاطع راح يتداخل وياه و199 هم راح يتداخل واضح لذلك شيء صح ولا نير فار هاي الكيس الاول الكيس الثاني لا بالعكس شلون اذا البيس ستيشن هو المرسل يعني هو اللي راح يصير النويز هو يتداخل عليه شوف اذا البيس ستيشن ايش راح يعتبر هنا هو الريسيفر الان والنويز وين موجود النويز او الانترفيرر نفس الشيء فرضا الموبايل ستيشن جاي يرسل المن للبيس ستيشن فرضا ان انا بشانل 100 هذا سواء كان بال 99 او 101 راح شنو راح يتداخل هاي الحاله الثانيه راح النويز ياثر عليه من حال البيس ستيشن نفسه فانا عندي حالتين اما البيس ستيشن تكون ترانسميتر او شنو البيس ستيشن شو يكون؟ قلت لكم تبقى المشكله الاكثر انه النويز اشارته قويه ليش قريب عليه من يكون؟ على المرسل واضح؟ قريب عليه من؟ على المرسل هسه المشكله شوف اذا كان النويز هنا او الانترفيرر راح ياثر ما ياثر ليش شو يوصله للبيس ستيشن ليه المشكله انا بالريسيفر ترى مو بالترانسميتر المشكله وين جاي يصير عندي بالريسيفر يعني اذا كان هذا نفس الانترفيرر موجود هنا راح ياثر على البيس ستيشن صحيح قريب عليه الموبايل بس ما له علاقه مثل ما اخذنا شلون يسوي مينيمايز المن للسي سي اي تذكرون الكور شانل انترفيرنس ميني مايزيشن مو لو لا شلون اقلل السي سي اي تذكرون تداخل سي سي اي او من الاي سي اي كون ازود شنو؟ دي دي مو لا فهنا كان
راديوس سي سي اي باي انكريزينج ذا ريوز ديستانس اللي سمينا الدي بعد شو يزود يا شو حيزود يا انكريز الكلستر سايز اللي هو شنو الان ليش تو بروفايد سفيشنت isolation شنو معناته حتى سووا شنو عزل بما فيه الكفايه معناته سووا عزل بما فيه يعني زود السيبريشن واضح هاي الحاله اذا شنو جتني سؤال شلون اقلل السي سي اي لا شلون اقلل الاي سي اي يعني هنا يقول مينيمايزيشن اوف الACI اللي هي الأجاسد واحد أختار الفلتر مو كل مثالي وإنما القطع ما تشكل قريب ما هي زاحب عالية مو لا ربما سيراميك فلتر أو نوع من الفلتر يكون قريب من المثالي يعني بدال ما الفلتر مالتي يعني إذا هاي شنر مالتي واضح بدال ما يقطع هيك بعيد نقول قدر الإمكان يقطع هيك يا الأفضل راح يقلل لي نسبة التداخل مو؟ لذلك ايش يقول لي؟ اولا كيرفولي فلترينج ليش اسوي كيرفولي فلترينج؟ حتى اقلل اللوكيج يعني شنو؟ التسريب وبالتالي شارب ترانزيشن هذا الشاربينج راح شنو؟ يقل قدر الامكان. اثنين ايش يقول لي؟ بيتر شنل اسايمنت استراتيجي مثل ما شرحنا استوني شنو معنى بيتر شنل اسايمنت؟ يعني تخصيص الشنلات يكون افضل ما يمكن شلون مثلا خصصت 100 أو في 101 خصص 102 واضح زادت عندي نص الشنلات وانا عيدي هذا شو صح ولا استراتيجية مو استراتيجية نفس هاي طبعا ثالثا راجع شارح the frequency separation اسوي واضح ثانيا نفسا شنو شارح هنا the frequency شنو separation each channel لسه فاهمني سويت هاي الحالة من اختارت وحدة وعرفت وحدة مو سويت frequency separation ولا هذني مهمات شلون اسوي السي سي اي اسوي له مينيمايزيشن والاي سي اي اللي هو شلون اسوي له مينيمايزيشن هنا ثلاث نقاط هاي صورت لكم على شكل هذا طبعا مثال تطبيق مباشر سبق واخذناه اكتب عليه عندنا ذني شنلات موضوع كلش مهم طبعا هذا شلون اخصص الشنلات اخذنا الاستراتيجيات وشلون اول شيء اسمه هنا بالضبط بالارقام شلون راح اوزع الشنلات ماشي هاي اعطيكم اياها بالش اسمه يعني مو حفظ الارقام يعني تجيك اذا بالامتحان تجيك هذا الشيت وتاحت شلون عندنا ذني سايد اي وسايد بي انا حاطيكم كمثال واضح سايد اي فرضا شركه زين سايد بي فرضا شركة شو نقول؟ الآسي واضح؟ عندي سايدين A و B ذني الشنلات تعطيني شركة زين وذني الشنلات ما أنت زين الآسي نفس الشنلات تعطيني لأن حسب بيناتهم شنو؟ تداخل نفس المنطقة هم صار واضح؟ نفس شنو؟ المنطقة لذلك وظيفة الـ CMC هي الإعلام الاتصالات هي اللي توزع الشنلات بحيث من توزع الشركة زين خلص ذني حاج ذني زين ما تقدر ترجع تعطي ذي من شركة آسي فش يقول لي هنا يقول لي originally عندي 666 channel ذني شفتوهم ذني 666 channel يكفن ذني الاي والبي يعني كل واحدة راح اصيرها 333 قليلات مو اكيد قليلات يعني 333 من يرجع يعيد بيهن مو مثل ما فش اسوي احتاج زيت شنلات اشتريت بعد باندوث ايش قد قيمته؟ 10
10 ميجا، 10 ميجا كم كان ارسل؟ من يقول لي؟ 10 ميجا كم كان ارسل؟ 5 ميجا. هي 10 ميجا كم كان ارسل؟ كنا اعرف انا الباندوث مال مالك من مال اليوزر مو؟ تذكرون ولا لا من خميس؟ الباندوث مال اليوزر من 25 الى 30 شفتوه بالاسئله ولا لا؟ من 25 الى 30 كيلو هرتز. خلينا نقول احنا ناخذ اكثر شيء، ايش قد؟ 30. نيجي 10 ميجا يعني 10 في 10 اس ايش قد؟ 6 على 30 في 2 تذكرون ولا لا؟ في ايش قد؟ في 10 اس ايش قد؟ ايش قد راح يطلع لي؟ 106 60 كم؟ عرفناها؟ فول دوبلكس تذكرون ولا لا؟ تذوب في ايش قد؟ 2 فصاعد 10 على 60 166 شنط، ضيف ال 666 ايش قد صارت؟ 832. 832 مين اريد اوزعهم لشركه زين واسيا؟ ايش قد راح يصير لشركه زين؟ ايش قد راح يصير؟ بالنص بالضبط، يعني راح يصير 416. واضح؟ راح يصير 416 من الزين و416 من هاي كلها على سبيل المثال ترى حتى اقرب لك السؤال. هنا مخشين الشانلات، قلنا الشانل تنقسم قسمين، اما فويس شانل او شنو؟ كنترول شانل. اكيد الفويس شانل يكون شنو؟ اكثر من الكنترول شانل. يقول لي الفويس شانل ايش قد مقداره؟ 21. الفويس دول كنترول، كنترول شانل قد مقدار 21 شانل. ايش قد بقى للفويس من ال 400؟ 300. هاي شنو هاي؟ هاي شانل. ذني من تجمعها ايش قد راح يصير؟ نفس الشيء يعني هنا راح ايش راح يصير؟ فويس شانل وشنو؟ كنترول شانل. نفس الشيء هاي 300 95 شانل وهنا ايش قد؟ 21 شانل. يعني راح يصير عندي كم كتوتال؟ كم شانل راح يصير عندي؟ كم كونتور شانل؟ 42 مو؟ والبقيه ايش يصير؟ فويس شانل. لو نجي للمخطط مالي حتى شوف هذا المخطط، شوف انا اهم شيء عندي شلون راح اوزعها. طبعا هاي زين وهاي اسيا فرضا، طبعا جاي افرضلكم اياها. شوفوا هذا بالخط هذا الغامق، هاي شي صح ولا؟ الكنترول شانل احسبين ذني راح يصير ايش قد؟ 21. وهنا الخط الغامق مالت من؟ هم كنترول شانل بس مالت من؟ مال اسف. تجي عندي هنا 1 اي الى ايش قد؟ 7 اي. يعني الان مالت ايش قد هنا؟ من يقول لي؟ من واحد جروبات مصنفنا 1 اي 2 اي 3 اي 4 اي 5 اي 6 اي 7 اي. تجي 1 بي 2 بي الى 7 بي. واضح؟ عندي ايش قد؟ ثلاث مجاميع اي وبي وسي، كل مجموعه بيها كم شو اسمه؟ 7. يعني الان مالت ايش قد هنا راح يصير؟ 7 مو لو لا؟ من 1 اي الى شنو؟ 7 اي. يعني الان مالت ايش قد؟ يعني الكلستر مالت ابو ايش قد؟ ابو 7. هذا واحد، امسح لكم هاي فوق، هذا مطلوب من عندك التوزيع. هنا عندك الان يساوي 7، انتبه عليه. هاي 1 2 مكبرين حتى من اوزعهم براحتي. 1 2 3 4 5 نقول 6 جوا هاي جوا 7. خلينا رقم من 1 2 3 4 5 6 7. شلون اوزع المال؟ هاي ما راح اشتغل على شركه واحده والبقيه نفس الفرق. ماشي؟ نجي الخليه رقم 1 شطيها 1 اي 1 بي
واحد سي. كم كنا بسرين؟ ثلاث كنارات. تعال جيبه هنا. واحد اي كم شبيه؟ واحد. واحد بي شبيه؟ ايش قد رقم مالك كنا مالك؟ واحد بي ثمانية. واحد سي ايش قد؟ 15. اقدر ما عندنا دي ارجع المن الواحد اي ايش قد انطي؟ 22. البي الواي ايش قد؟ 29. ايش قد؟ 26. ذول جاي يخافون احتاج زيت بعد كم مرات ارجع من اخذ؟ كل واحد كله من الواحد اي ايش قد؟ يعني شوف من الواحد 21 ل 22 ايش قد فرق؟ 21 مو؟ 22 زائد 21 ايش قد يصير؟ 43. تشيله لا ايش قد منطي؟ 43 مو 43. شوفوا هاي؟ 29 زودها 21 ايش قد يصير؟ 50. زودها 21 شوفوها ايش قد؟ 57. اقدر اضيف بعد؟ زود هنا 43 زائد 21 عسر ايش قد؟ 54. وهكذا هاي زودها 21 ايش حصل؟ هاي زودها 21 ايش قد يصير؟ شوف شو ساعدتي بين هاي وهاي كم شنار؟ 8. 8 64 71 ايش قد؟ 8. بين هاي وهاي ايش قد؟ 21. اكو تداخل؟ خلصت من الاول قليل اجي لمن؟ 2 2 بي 2 سي 2 العفو 2 اي ليش 2 بي؟ ابدي بي من؟ 2 اي 2 بي 2 شنو؟ سي اجي وين؟ حطني هنا هاي 2 اي 2 بي 2 سي 2 اي ايش قد؟ 2 2 بي 9 2 سي 16. قلنا بين هاي وهاي ايش قد؟ 21 ما يحتاج تبوع بعد واضح؟ ايش قد؟ ضيف لها 21 شو يصير؟ 9 و 21 ايش قد؟ 30. شوفوا 30 ومو 30 ضيف لها 1 و اقدر اضيف بعد؟ خلصنا؟ لمن اجي؟ 3 3 اي مو؟ 3 بي 3 سي نفس الشيء.